قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: مقتل الحلاج. مقتل الحلاج ذكر في مقتل الحلاج جاء في قصة كتالولي عن الأسباب، أول في سيرته والضلالات حقته في النهاية بيختم يقول لك قتل سنة كذا وقتل بكذا. قال: ثم إنه سافر إلى الهند وتعلم السحر. عشان كده في كتابين اسمهم الكبريت الأحمر، ما واحد، واحد صنفوا عبد الوهاب الشعراني صاحب الطبقات الكبرى طبقة الشعراني، وأصلا اختصروا من الفتوحات المكية الكم طاشر مجلد لمحي الدين ابن عربي، يباع في الدار السوداني للكتب، كتاب بتاع سحر أصلا، يعلم السحر ويعلم الكفر، كما قال تعالى: وما يعلمان من أحد، اللي هو السحر، حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتعلم السحر كفر بالله. في كتاب ثاني اسمه الكبريت الأحمر يعلم السحر والكفر بالله، ألفه الحلاج، لأن الحلاج ذهب إلى الهند وتعلم السحر هناك، وخلاصة أمر الحلاج أنه ساحر دجال. دي الخلاصة اللي هتطلعوا بها من كتب أئمة تواريخ الإسلام، أئمة تاريخ الإسلام. طيب، قالوا عن محمد ابن يحيى الرازي قال: سمعت عمرو ابن عثمان المكي يلعن الحلاج، يقول الله يلعنه، ويقول: لو قدرت عليه لقتلته. ده المكي. قرأت عليه آية، ليه لعنه وقال أنا لو قدرت عليه بقتله؟ ده يورينا السبب. قال: قرأت عليه آية ذات يوم، قرأ للحلاج قرآن، فقال: يمكنني أن أؤلف مثله. قال قرأت له قرآن، قال أنا بقدر أجيب قرآن زي كلام الله. ده منو يا جماعة؟ مش الحلاج، ده شيخ الصوفية الحلاج. أول شيء ده شيخ الصوفية، بعد ذاك ده الحلاج، عشان ما يقول دي شخصية وماتت. لا، التصوف الليلة كله هو تصوف حلاجي، وحديك كلام البرعي في الحلاج في الصفحة 67 والصفحة 145، مدح للحلاج، ده ديوان البرعي.